الصين تعلن رسمياً انتصارها على فيروس كورونا بعد انتشار صورة للرئيس الصيني قيل أنها التقطت له في مستشفى ووهان بدون كمامة. وأتبع هذا الخبر تساؤل مثير طرحه بعض المدونين: هل خدع الصينيون العالم بفيروس كورونا وأنقذ اقتصادهم؟ إليكم السيناريو الذي لم يخطر على بال أحد باستثناء من خططوا له. يبدو أن هذا ما يظنه الأمريكيون والأوروبيون بعد أن باعوا أسهمهم في الشركات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية بأثمان زهيدة للحكومة الصينية. وحسب هؤلاء فإن القيادة الصينية استخدمت تكتيكا اقتصاديا جعل الكل يبتلع الطعم بسهولة قبل أن يؤكدوا أن الصين لم تلجأ لتطبيق استراتيجية سياسية عالية للتخلص من المستثمرين الأوروبيين، وذلك دعما لاقتصاد الصين الذي سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي بهذه الخطوة. ولأنها تعلم علم اليقين أن الأوروبيين والأمريكيين يبحثون عن ذرائع للإيقاع بالاقتصاد الصيني وإفلاسه، فقد ضحت الصين ببعض المئات من مواطنيها بدل التضحية بشعب بأكمله. نجحت الصين من خلال هذا التكتيك في خداع الجميع، حيث حصدت حوالي 20 مليار دولار أمريكي في ظرف يومين. ونجح الرئيس الصيني في خداع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على مرأى من العالم، ولعب لعبة اقتصادية ذات طابع تكتيكي لم تخطر ببال أحد. فقبل فيروس كورونا كانت معظم الأسهم والحصص في المشاريع الاستثمارية بمعامل إنتاج التكنولوجيا والكيماويات تعود ملكيتها للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، وهذا يعني أن أكثر من نصف الأرباح من الصناعات التكنولوجية والكيميائية الخفيفة والثقيلة كانت تذهب إلى أياد المستثمرين الأجانب وليس إلى الخزينة الصينية، مما كان يؤدي إلى هبوط سعر الصرف العملة الصينية اليوان. ولم يكن باستطاعة المصرف المركزي الصيني أن يفعل شيئا أمام السقوط المستمر للعملة. وفجأة انتشرت أنباء من الصين التي يمكنها أن تشتري وتصنع أي شيء بأنها غير قادرة على شراء أقنعة للوقاية من انتشار الفيروس القاتل. هذه الشائعات وتصريحات الرئيس الصيني بأنه غير مستعد لإنقاذ البلاد من الفيروس أدت إلى انخفاض حاد في أسعار شراء أسهم شركات صناعة التكنولوجيا في الصين. وقد تسابقت إمبراطوريات المستثمرين الأجانب في طرح الأسهم الاستثمارية للبيع بأسعار منخفضة جدا وبعروض مغرية لم يشهد لها مثيل في التاريخ. انتظرت الحكومة الصينية حتى وصلت أسعار الأسهم الأجنبية إلى حدودها الدنيا شبه المجانية، ثم أصدرت أمرا بشرائها واشترت أسهم الأمريكيين والأوروبيين. ولما تيقن ممولو الاستثمارات الأوروبية والأمريكية بأنهم خدعوا كان الوقت قد فات، وتمكن الذئب من فريسته، حيث كانت الأسهم في يد الحكومة الصينية التي بهذه العملية قامت بتأميم أغلب الشركات الأجنبية المنتصبة على أراضيها بطريقة شبه مجانية ودون أن تتسبب في أزمة سياسية أو إطلاق رصاصة واحدة. المصادر ذاتها أكدت وأشارت أن كورونا هو فيروس حقيقي لكنه ليس بالخطورة المفزعة التي تم الترويج لها عبر العالم. وهكذا بدأت الصين بإخراج المصل المضاد للفيروس، هذا المصل الذي كانت تملكه منذ البداية في رفوف الثلاجات بعد أن نالت مبتغاها. وأنت عزيزي المشاهد، كيف تقرأ مثل هذا الخبر؟ هل تصدق هذا السيناريو المثير؟ لا تنسى دائما أن العالم والدول المسيطرة ليست بتلك السهولة التي نتصورها، وأنها مستعدة دائما للبقاء في الريادة مهما كلفها الأمر.